النهارده معانا عرض وعروض على عجينات هاينريش الالمانيه. العروض اللي معانا النهارده بنستعرض لحضراتكم في العجان الثمانية لتر ال 1400 واط وال 1500 واط. ال 1400 واط بيكون 8 لتر ساعة الحلة، طبعا مزود بتروس، مجموعة تروس معدن، وده اللي بيميز عجان هاينريش عن أي عجان تاني في السوق. التروس الداخلية للعجان ده معدن، الموتور بتاعه تربو موتور، تربو موتور بيبقى باورفول لونج لايف موتور، موتور طويل الأمد مزود بعمر افتراضي أعلى، وبندي عليه ضمان 3 سنين من شركة السليمانية. الموتور اللي معانا النهارده ملفات نحاس ومزود بحماية، ومزود كمان بمروحتين تبريد للحماية وتبريد الجهاز أثناء الاستخدام، يعني ولا يسخن ولا يفصل ولا يتحرق. العجان بتاعنا عجان قوي جدا 1400 واط، و 1400 واط ده واط فعلي بالجهاز، والبراند هاينريش الألماني، براند ألماني بيكون مستورد من ألمانيا وبيتقفل في الصين. الغيارات بتاع الجهاز ال 1400 واط زي ما احنا شايفين كده، مضرب بين ستانلس، كف عريض، والكف والخطاف بتاع العجل التقيل، كلهم معدن مطلي نيكل كروم. ده ال 1400 واط. ال 1400 واط بيشيل معايا 1 كيلو دقيق معجنات تقيله، ماكسيمم 1 كيلو دقيق غير الاضافات، يعني يعمل لي عجينه كيلو ونص 2 كيلو بالاضافات. زي ما احنا قلنا ده اللي هو ال 8 لتر ال 1400 واط، بيشيل كيلو دقيق صافي معجنات تقيله، معجنات خفيفه وحلويات معاك لغايه 2 كيلو دقيق صافي غير الاضافات. مزود بغطا شفاف، مزود بست سرعات وسرعه بلس اللي هي السرعه العكس الاتجاه او اللي هي السرعه السريعه، ولوك طبعا حمايه، ومزود بحمايه زي ما احنا قلنا قواعد امتصاص عشان تخليه اكثر ثباتا اثناء الاستخدام. العجان اللي معانا النهارده هاينريش الالماني سعر 8 لتر، وادي الموديل بتاع الجهاز HKM 8078، وادي كل المواصفات الفنيه الخاصه بال 8 لتر. معانا برضو الاصدار الجديد منه اللي هو ال 8 لتر بس ال 1500 واط. ايه الفرق بين ال 1500 واط وال 1400 واط؟ الاثنين ماركه هاينريش والاثنين 8 لتر، بس بيفرق هنا ده الاصدار الجديد بتاعه ال 1500 واط بيكون الكف العريض عليه جوان سيليكون زي ما احنا شايفين عشان يلم الجناب اثناء الزبده او ضرب الزبده او ضرب الكريم او ضرب الحاجات السائله. وكمان مضرب البيت زي ما هو احنا عارفين استانلس ومعدن، كل الهاينريش حتى ال 1400 استانلس ومعدن ومفيش اي اجزاء بلاستيك من فوق. الجديد بقى ان الغيارات في ال 1500 واط اللي هو بالنسبه للكف الخطاف بتاع العجل والكف العريض بيبقوا برضو معدن مطلي تيفال ضد اللصق عشان الغيارات دي ما تلزقش فيها الدوق العجين او السوائل، بيبقى معموله من ماده نون ستيك اللي هي غير قابله للالتصاق. والموتور بتاعها تربو برضو بروفي موتور، موتور بحمايه عاليه 1500 واط لونج لايف موتور، موتور بيعيش عمر طويل جدا، ملفات نحاس، تروس معدن، ولكن 1500 واط. زودوا هنا الواط بتاع الموتور، حطوا الموتور بتاع ال 10 لتر، موتور قوي يستحمل معايا دي صافي 1250 جرام ل 1500 جرام دي غير الاضافات، يعني يعمل لي عجينه 2 كيلو ونص 3 كيلو، ده 2 كيلو ونص بالاضافات. معجنات سائله يعمل معاك لغايه 3 كيلو لو معجنات خفيفه وحلويات. الالوان متوفره منه، متوفر اللون الاحمر، متوفر اللون البينك، متوفر التركواز، متوفر اللون الجراي. تمام؟ يبقى ال 1400 واط وال 1500 واط من ال 8 لتر موجودين ومتاحين في عروض عيد الفطر لغايه يوم 30 ابريل او حتى نفاذ الكميه. 8 لتر تقدرش تختار اللون اللي انت محتاجاه، عجان منزلي طويل الامد، قطع غير متوفره من خلالنا، ضمان سنه على الجهاز بالكامل وثلاث سنين على الموتور. تقدر تطلبيه مننا من على موقعنا الالكتروني او من على صفحتنا على الفيسبوك او على الواتساب 0101-424-899 او على رقم الارضي 0237-36-1515، او تقدروا تزورونا في فرعنا في المهندسين في ارض اللواء في المهندسين بجوار عماره عبد الرحيم عمرو. ده شكل الكرتونه من بره، كرتونه الشحن اللي بيجي فيها المنتج، مكتوب عليها موديل الجهاز والارض نمبر، وبيجي كمان اهو اللون بتاعه مكتوب عليها، وزن العجان كله 7.2 كيلو، وادي الميناء الشحن بتاعه مشحون من اوروبا من روتردام من المانيا ايو، وادي الصناعه بتاعت البراند الماني والبلد المنشا 4-2 الماني الف تقفيل الصيني.
ميد ان بي ار سي بابليك ريبابليك تشاينا، بيتقفل في مصنع هايمريش الجديد في الصين. معانا برضو 6 لتر ونص او 6 لتر و2 من 10، ده برضو موديل لعجان هايمريش الستة لتر، بيشيل معايا من 500 لـ750 جرام دقيق صافي غير الاضافات. الغيارات بتاعته معدن، مطلي برضو طبق التيفال او نيكل كروم، ومره بالبيض ستانلس، والكف العريض بيجي عليه برضو جوان سيليكون عشان يلم الجنان. ملحوظه في ال 8 لتر وال 6 لتر اللي فيهم جوان سيليكون، لازم وانا بقفل الغطا ده من فوق بتاع الموتور لازم اضغط عليه جامد عشان السيليكون ده بيبقى عامل علوه، وما شغلوش فاضي عشان السيليكون ده بيفرمل في الجنان، وما شغلوش في دقيق مع السيليكون ده عشان ما يعملش اهتزاز للجهاز. ده بيشتغل للسوائل او الزبده فقط او كريم شانتيه عشان يلم الجناب زي الاسباتيولا كده، فما ينفعش ان انا اشغله مع دقيق او اشغله مع على الفاضي داخل الجهاز. الموتور بتاع الجهاز ال 6 لتر 1300 واط، برضو لونج لايف موتور، حاجه طويله الامد، حاجه بتعيش معاكي، حاجه اكتر ثباتا، وسرعاته توصل ل 11 او 10 سرعات. ده عجان ومضرب بيض، مضرب بيض اكتر لانه بيضرب معايا بسرعات عاليه، فبقدر الناس اللي بتقدر ان هي عاوزه حاجه تضرب معاها كريم شانتيه كميات كبيره تستخدم استخدام كتير، تقدر تستخدم السرعات العاليه دي في الحلويات والكيكات والمعجنات الخفيفه. العجان اللي معانا النهارده لونج لايف موتور زي ما قلنا، الغيارات بتاعته معدن، والتروس الداخليه معدن، والحله بتاعته اكس اكس لارج، حله كبيره بتشيل معايا لغايه 750 جرام ماكسيمم 1 كيلو دقيق، بس اشغله 5 دقائق وبريح الجهاز. اي جهاز كعجان لازم يشتغل على رقمه ثابته، مفيش ثابته في الحيطه، ما زودش كميه الدقيق اللي بعجن بيها هو الخطاف ده بس، مش المضرب او الكف العريض، مش التشغيل على سرعه واحد ماكسيمم 5 دقائق سواء في 6 لتر وسواء في 8 لتر. عاوز تاخدي نتيجه كويسه في العجان ما تشغليش اكتر من سرعه